ابي فحم فحم فحم. شباب وين الفحم شباب؟ وصل وصل. الفحم شلون يوصل البحرين؟ في هالمكان وبالتحديد ميناء خليفة بن سلمان والديرة شركة إي بي إم تيرمينالز، إحدى الشركات الرائدة عالميا في إدارة الموانئ، واللي تساهم في تعزيز حركة التجارة العالمية. طبعا هالشركة وظفت ومكنت العديد من البحرينيين. خلال جائحة كورونا اشتغلنا 200% بس عشان البضاعة تتفق داخل السوق، وإن أكثر من 90% من البضائع الموجودة في الأسواق والمجمعات تطلع من الميناء. هاي منطقة البضائع العامة، وهني تتم مناولة سفن البضائع ذات الأحجام الغير قياسية، بالإضافة إلى السيارات والسفن السياحية. وحاليا صار لي 3 سنين أشتغل في إي بي إم تيرمينال، وكما ساهمت إي بي إم تيرمينال في تطوير مجال عملي من خلال توفير كورسات اللي ساعدتني في تطوير ذاتي وتطوير العمل داخل الشركة. من مهامي التأكد من سلامة وجاهزية المعدات والموظفين وصيانتها بشكل دوري. الشركة أعطتني فرصة أني أطور مهاراتي التقنية والقيادية، وواحد من هذه البرامج التدريبية أني ذهبت إلى الهند في برنامج تبادل الخبرات. وكوني موظف في شركة إي بي إم تيرمينالز عندي الأحقية للتنقل في أكثر من 65 ميناء في دول العالم. الله أنعم على البحرين بمزايا عديدة خلت من الشركات العالمية ترغب في العمل هني في البحرين، ولازم نعرف شلون نستفيد من هذه الفرص.